ده بكل تأكيد. يمكن لو اتكلمنا بقى على تنمية الساحل الشمالي الغربي من العلمين للسلوم، ده طبعا بيأتي ضمن سلسلة المشروعات القومية للتنمية على مستوى الجمهورية اللي حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052. الساحل الشمالي الغربي بيمتد من العلمين للسلوم لمسافة حوالي 5000 كيلومتر، واللي بتستهدف معدل نمو اقتصادي مرتفع لا يقل عن 13% في السنة، وتوطين 5 مليون نسمة، وتوفير 1,500,000 فرصة عمل، ودمج المنطقة في الاقتصاد القومي والعالمي.